هذول ثلاثة وبالبيت واحد أربعة بيت واحد. احنا نازحين من ناحية زمار قرية الجزرونية من الشهر الثامن 2014 طلعنا من بيتنا والحد الآن ما رجعنا على بيتنا. قضيناها بالمخيمات وبالهياكل وبيوت الخيرين وإمكانيتنا ضعيفة ما نقدر نأجر. وعدي هذول الجهال أربعة معوقين ما أقدر على معيشتهم وصعبة صعبة حيل صارت صعبة العيشة. شنو العوق؟ عوق مالهم شلل دماغ. شلل دماغ خلفنا واحد قلنا بلشل يطلع الاخر احسن منه الاخر جاء قلنا بلشل الاخر احسن منه. هذا حالتنا لما صاروا اربعه بعدين وقفنا الانجاب. فاحنا الناشد الخيرين الناشد الحكومه الناشد المنظمات يعني ينظرون بحالنا يسوون لنا صوره حال. يعني احنا وضعنا سيء لاخر حد يعني ما نتمكن نشتري لهم ملابس ما نتمكن يعني حتى جاء العيد ما اشترينا لهم ملابس بصراحه ما عندنا امكانيه ابد ابد ما عندنا امكانيه. يعني أجار السعر قاعدين بهيكل عبن وخمسين ألف ما نتمكن على بيت أبو المئة ألف أبو الخمسة وسبعين أبو المئة وخمسين قاعدين بهيكل حقه خمسين ألف يعني لا باب ولا شباك به. وشفنا حر وشفنا برد بالمخيمات وشفنا ضيم وشفنا جوع بصراحة يعني يعني شفنا. والناشد الخيرين ناشد المنظمات الناشد الحكومة أي واحد عنده حل يسوي لنا حل يخلصنا من هالمعاناة. يعني إحنا بزعانين بصراحة بزعانين هم يعني فرد مرة بهدلونا ما عدنا نقدر بصراحة ما نقدر على عيشتهم. يعني كما تعودتم على مشروع فرحة يتيم هي عرض مؤاساة هذه الناس اللي هم احنا ما نقول ناس هي اخوتنا واهاليتنا. اليوم حالة ابو ذياب كسابقته حالة ابو علي يعني حالة يرثى لها. اطلب من كل خير من كل خير باستطاعته ان يساعدهم يساعدهم لان يعني بصراحة مشروع فرحة يتيم قابلياته محدودة جدا محدودة. يعني اليوم هذا كما تنظرون هاي الفايلات عندنا بالنسبة لي يعني عوائل كم هائل من الأيتام ونضافت علينا يعني الناس وين تروح ماكو استقبال لهم. كل ما يصير لهم مناشدة ما حد ما يلبي لهم. هم مساكنين بزمار. هل زمار هي مو أرض عراق مو أرض من العراق؟ يعني أطالب من الرعاية من وزير الرعاية يعني شمول هاي العوائل ماكوش ممالغ. يعني يا سيد محمد شياع السوداني هل هاي العوائل ما تستحق؟ بس نقول الله كريم وبجهود الناس الخيرة وبجهود كل طيب وكل شريف غيور على بلده وافعل وردة للناس افعل كما تفعل القوات الأمنية. القوات الأمنية اللي هي يد تساعد ويد تقاتل وقلب حنون يعني هي وكذلك قناة الموصلية الرائعة والسباقة بعمل الخير. كل الشكر لقناة الموصلية وعلى رأسها الأستاذ غازي فيصل وكل الكادر العاملين معهم لنقل معاناة أهالي المدينة بكافة قراها ونواحيها.